شي كلمه هنا. شكرا لكم جميعا، ونطلب منكم رجاء إخلاء الملعب. المخصص لهم رجاء كنشكركم دائما كتعمروا علينا، الله يكبر بكم. واخا حنا قصرنا بحقكم سمحوا لنا، ولكن هذا العرس الرياضي، هذا العرس الرياضي اللي عطى واحد الاشاعة كبير، واللي عطى واحد الصورة مميزة، واللي عطى للرياضيين والمثقفون والاعلاميين والمجتمع المدني واحد الصورة جد طيبة. وانا مأكد اليوم القصر الكبير اصبح كيتناقش عالميا ماشي وطنيا، العالم كيتبع هذا النجم، هذا المرضي أشرف الحكيمي الله يرضى عليه، والنجوم الوطنية، الفريق الوطني القدماء اللي حضروا معنا وعملوا ذاك الماتش الله يجزيهم بخير، وكل فاعلين الإعلاميين صحفيين رياضيين المجتمع المدني ذكرانا وإناثا، شكرا للجميع. فأنا زيد صراحة فرحان بالوجود ديالي هنا في القصر الكبير. الحاج سيمو كان اتصل بيا وأنا كنت في بروكسل، كنت عاد جيت من الجولة ديالي، كنتمنى من أي واحد، كانت جميلة جدا. شهر في قطر طبعا كنا مسندين الفريق الوطني من الأول إلى الآخر، القلب ديالنا كان معهم، وكنا عندنا إحساس على أنه غادي يمشي بعيد، وفعلا هادشي اللي عمل مشى إلى النهاية. دار 7 ديال الماتش، يعني دار التورنوا
او كومبلي. وهذه القضيه هذه خصنا حنا كمغاربه ما خصناش ننساوها وما خصناش نمينيزيو يعني نصغروها. راه داكشي اللي حقق المغرب عن طريق الفريق الوطني وعن طريق الجمهور ديالو، لان انا من الجماهير، انا من الشباب، انا من المغاربه، كنفتخروا بذاك الشاب، كنفتخروا بهذا واحد من اسود الاطلس اللي رفعوا راس المغاربه. بالنسبه للحضور ديالو هنا فنطلع عليكم حل حل حل.